لقمان كان يقول: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس. أصل هذا الكلام حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما بين ابن أبي حسين وما بين مالك مفاوز ابن أبي حسين، هذا طبعا هو من علماء المناسك سبحان الله، من الناس اللي كان ربنا فتح عليهم في علم إيش، في علم المناسك. عبد الله المكي اسمه، عبد الله إيش المكي، نعم. ولا تدع العلم زهدا فيه رغبة في الجهالة، ولا تدع العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة، نعم، بالجهالة. ولا يزهد في العلم إلا جهول، حاشاكم وعافاكم. ولذلك في الآية 14:100 في سورة طه 6236 آية، عد آيات القرآن على مصحف الكوفيين، و 6224 على عد المدنيين، أعني مصحف نافع قالون ورش ومصحف عاصم حفص وشعبة. ما زاد ولا استزاد النبي من شيء عليه الصلاة والسلام إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، حتى تعلم قيمة وشرف العلم، نعم. يا بني، بل إن الله عز وجل قال له في نفس السورة: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالعلم من رزق الله للعبد إن جعله في مظانه وفي أموره، نعم. يا بني اختر المجالس على عينك، فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم. يعني فإنك انظر في الناس، هذا معناها على ولتصنع على عين، هذا معناها عينك، يعني انظر إلى الناس إذا تجدهم في ذكر الله عز وجل على الكتاب والسنة اجلس معهم، وإن تجدهم على غير ذلك فرز منهم فرار المجزوم من الأسد، نعم. فإنك إن تكو عالما ينفع علمك، ينفع علمك، وإن تكو جاهلا يعلموك، أو قال ينفعك علمك، يعني ينفع علمك الناس أو ينفعك علمك أن تنتفع أنت بالعلم. فالعلم نفعه متعدي إذا أريد به وجه الله عز وجل، نعم.